في الجزء الأخير النهاردة من حوارنا معانا الجهاز اللي هو الجهاز الإداري والفني للعبة الووتر بولو في النادي الأهلي، اللي هم مسؤولين، اللي هم برضو ليهم النظام، ليهم السيستم اللي بيعملوه عشان يقدروا يكسبوا. لازم نتعرف عليهم عملوا إيه عشان يكسب كاس مصر، دي حاجة مهمة جدا. خلينا نرحب بضيوفي كابتن محمود حسن، مدير جهاز مدير جهاز كرة المية في النادي الأهلي. كابتن محمود منورنا. أهلا بك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. ومعانا كابتن عمرو ممدوح، مدير إداري الفريق. كابتن عمرو ازيك؟ منورنا. ايه الأخبار؟ ومعانا المدير الفني للنادي الأهلي الصربي ديان يوجوفيتش، عشان بس الراجل ما يزعلش مني. كوتش ويلكم تو ايجيبت، ويلكم تو أهلي تشانل. ثانك يو فيري ماتش. دي ذا فيرست تايم هير. يس 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 يس. اوكي كابتن محمود، هنبدأ مع حضرتك ونبدأ المنظومة بتاعة النادي الأهلي في الووتر بولو، وتوصلت ان هي تتعاقد مع مدير فني أجنبي، واعتقد دي أول مرة في تاريخ النادي الأهلي تتعاقد مع مدير فني أجنبي. ايه اللي أضافه؟ ايه اللي عمله معانا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بصرف النظر عن وجود المدرب الأجنبي معانا، المنظومة من تحت لغاية فوق، من تحت لغاية فوق، هي دي اللي تهم، وهو ده من الحاجات اللي هو أضاف فيها كتير، اللي هو مش شغال بس على فريق اللي هو الدرجة الأولى، هو اشتغل من أول الأكاديمية من تحت للمراحل السنية. هو اشتغل أضاف كتير. هو طبعا المنظومة شغالة، المنظومة كانت شغالة، لأن هم ليهم في النظام الصربي من أحسن المدارس الموجودة في العالم. إضافات بتدي يعني ثبات للأداء جوه الفرق نفسها وللأكاديمية تحديدا. اتفضل يا كابتن. فهو ابتدى يحط سيستم للعب، لعبه كره الميه في النادي الاهلي، مش لفرقه واحده ولا لايدج جروب ولا لاكاديميه، من اولها لاخرها، من اولها لاخرها، عشان هو هيحط بعد كده الشكل اللعبه في النادي الاهلي هيبقى شكل مميز من خلال النظم اللي هو هيعملها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اوكي كوتش، فرست اي وود لايك تو كونجراتيت اباوت فور ذا ويننج ذا ايجيبشن كاب. Thank you very much. 4 years ago, not win. What was the strategy for the winning this cup? The strategy was to first get known the players and to take out all their fears about losing games, especially in the important games, which was happening in the past with the Ahli team. So. That was my first target in this period, this last 5 months that we are working together. And I'm happy that they became very confident, and that in the all these important games, that in the crucial moments, we were very strong mentality, and we had a very strong mentality, and we were winning the games. Captain Amr, كلام كتير. كلام بيقولوا الراجل بيقول لك ان الفيرست تارجت بتاعه ان هو كان عدم الخساره حاجه زي كده، مظبوط؟ هو كان بيتكلم ان هو اول انطباع ليه جه ان هو يتعرف على اللعيبه، دي كانت حاجه مهمه بالنسبه له. يتعرف على اللعيبه معناه ان هو يعرف قدرات كل لاعب عن قرب مش بالسمع، يعني هو اول ما جه هو سمع مننا وخد ريبورت لكل واحد فيزيكالي وتكنيكال ومنتاليتي بتاعت كل لاعب. قلت لها بكده وخد ريبورت عن كل لعيب بالظبط، وطبي وكل حاجه كنا محضرينها له قبل ما يجي، وحتى كنا بنراسله بالميل قبل ما يجي بالكلام ده كله. ولكن هو حب يتعرف عن قرب منهم، وهو لاحظ ان الفترات اللي فاتت احنا بنوصل فاينل ولكن ما بنكسبش. فهو كان يعني حابب ان هو يشيل اسباب الخوف عندهم في الماتشات الحساسه والحاسمه، بحيث ان هم يقدروا يكسبوا، علشان هو عندهم من الـ يعني الانديفيدولز والمهارات وطرق اللعب ان هي تخليهم يكسبوا. فهو ده اللي عالجوه، واشتغلوا مع بعض 5 أشهر هو من اول ما جه، وقدر الحمد لله ان هو يوصل بيهم. احنا الحمد لله متواجدين بكاس مصر، وهو واخد كاس احسن مدرب كمان. يعني معانا كاس احسن مدرب غير الثلاث لعيبه غير الكاس، يعني معانا 5 كؤوس من اصل كام؟ من اصل الاتحاد بيدي الاحسن جون، بيدي الاحسن اداري، بيدي الاحسن حكم. ما خدش احسن اداري ليه؟ هو كده ما ادكش احسن اداري. نسيب حاجه بره عشان نسيب حاجه بره في الانديه التانيه. ماشي. كابتن محمود، اكيد جبتني في حته اللي هو الولاد الصغيرين. ايه اللي اضافه؟ ايه اللي عمله في الولاد الصغيرين
عشان يقدر يطور المنظومه من تحت. يعني ايه اللي فعلا مش قول كنا محتاجينه؟ احنا عندنا مدربين اكفاء جدا منهم كابتن وليد عزيز طبعا على راس الجهاز مع المدير الفني، لكن خلينا نقول ايه اللي هو اضافه للمدربين دول. طب احنا هنبتدي بالاكاديميه من تحت الاول. كويس. هو احنا عندنا ثلاث فروع، اكاديميه اهل الجزيره، مدينه نصر، والشيخ زايد. كويس. وكل اكاديميه ليها الرئيس بتاعها، هو جمع المجموعه الثلاثيه دي وابتدى يحط البرنسبل المبادئ، مبادئ التكوين اللاعب وهو لسه بيبتدي اللعبه نفسها. وطبعا اشتغل اصلا على الفوت وورك بيسموها، او يعني على منظومه الرجلين في التكنيك الحركي بتاع الرجلين. وده الاضافه الرئيسيه اللي عملها فيها. طبعا برضك من الحاجات اللي هي اللي هو عمل فيها سبورت موضوع الباليه المائي. الباليه المائي من اللعبات اللي هي بتخلي الجسم عالي جدا فوق على الفلوتنج بتاعه. كويس. هتلاقي معظمهم بيشتغلوا من فوق. مظبوط. فالتكنيك الحركي تحت في الرجلين هو الاضافه اللي هو هينظم عليها وهيشتغل وهنشتغل عليها ان شاء الله. هو اشتغل كده على رجال الووتر بول. اه طبعا. موضوع الباليه المائي ده يعني بيشتغل تكنيك باليه مائي. ايوه. بس أيوة. على الووتر بول. على الووتر بول. مظبوط. عشان بس يبقى في ارتقاء في الاداء من فوق، يبقى بعيد عن المستوى المائي. بالنسبه للمراحل السنيه كل المدربين بتوع المراحل السنيه عندنا ابتدوا يقعدوا معاه. طبعا هو جه برضك على الكومبيتيشن على البطوله على طول، فهناخد وقت شويه وقت كده معاه لغايه ما هيبتدي يحط سيستم واحد لكل المدربين بيطلعوا بيسلموا للمدرب الاخر تقريبا بنفس نظم الاداء في اللعب يعني. تقريبا تقريبا. كوتش ليتس اس نو ذا ديتيلز اوف ذا كونتراكت. اي اجري وذ ذا كلوب فور 2 ييرز. But my target is that I organize that Ahli is becoming a champion in a row in not only in the senior, also in the age groups, and I believe that we will do that, and that is my let's say contract. So my wish is that I finish one day, and when I go from Ahli, that after me the coaches and the players who are coming are always champions. عمرو كلام جميل ان هو بيقول ان هو سنتين عقده سنتين. مظبوط. هو النادي طبعا وفر لنا الفرصه ان احنا نتعاقد مع مدير فني بحجم ديان. عمرو مين اللي تعاقد معاه؟ يعني تفاصيل شويه. كان طبعا يعني كابتن ايمن سعد وكابتن وائل عزت وكابتن وليد وكابتن محمود درسوا سير ذاتيه وعرضوها طبعا على اداره النشاط الرياضي بقياده كابتن رؤوف، وبالتبعيه عرضوها على مجلس الاداره، وتم يعني انتقاء افضل سيره ذاتيه، وتقريبا كان هو ديان. ديان كان لسه جاي من وورلد كاب مع منتخب صربيا بنات الدرجه الاولى. راجل هو تربيه نادي بارتيزان. بارتيزان في اللعبه طبعا انت عارف بارتيزان يعني هي ووتر بول وهاند بول وباسكت طبعاً. من احسن الانديه فيها الحقيقه. فاحنا بنشكر طبعا كل اللي كان ليه ايد ان هو نتعاقد مع مدير فني بحجم ديان. هو عقده سنتين زي ما هو قال. هو هدفه من اول يوم جه ان هو يحط النادي الاهلي على الطريق ان هو يكسب كل البطولات اللي هيشارك فيها. شفت ده في اللعيبه قالوا لي كده، قالوا لي احنا تعهدنا ان احنا نعمل ثلاثيه السنه دي. ده حقيقي. ومش السنه دي بس، هو كلهم عايزين لغايه لما يبطلوا هم يفضلوا يكسبوا. هو نوعيه مختلفه بصراحه عن كل المدربين اللي تواجدوا في مصر بصفه عامه، مش في النادي الاهلي. يعني الراجل حب الاهلي جدا. واضح. هو مبهور بحجم وكمية الإنشاءات اللي فيه. التلات فروع بالنسبة له حاجة مرعبة. رحنا مع بعض زيارات في زايد وفي مدينة نصر. شفت بيروح معاك ملعب الطايرة كتير برضو صح؟ لازم أساسي يروح معاك ملعب الطايرة صح؟ طب عمرو قول لي أنت راجل كابتن، خلينا نتكلم، أنت حارس مرمى النادي الأهلي السابق والنهاردة مدير. لما شفت النهاردة مصطفى وهبة وهو بياخد جايزة أحسن حارس مرمى، حاجة مشرفة. هو لعب معاك حاجة مصطفى هو اللي بطلني، هو دايما يقول لي هو اللي بطل. حاجة مشرفة بصراحة جدا. يعني النادي الأهلي دايما من أيام كابتن مدحت فرج وقبليه كابتن سندس بيتميز إن هو عنده حراس مرمى مستواهم عالي ومنتخبات.
فطبعا حاجه مشرفه جدا، وادى ظهر للفريق زي ما مهند قال وتوفيق وحسن. دايما اللعيب بيحس ان هو مطمن لما يبقى وراه جون، يقدر لو هو غلط يشيله. فده اللي مصطفى عمله البطوله دي، وطبعا كابتن باسم زينهم كان ليه دور رئيسي معاه في في المستوى اللي وصل. صراحه زيت مصطفى سؤال، هو مدرب حراس المرمى عندكم بيمر ازاي؟ طب احنا في الهاندبول بيقف في الارض الملعب، انتوا بينزل برده الميه؟ ساعات وساعات يعني، ساعات وساعات لو في حاجه فيها تكنيك لازم ينزل يوصلها له في الميه. ولكن اغلب يعني الكلام ده بيبقى اكتر مع الجونيورز، مش مع السينيور، مش مع الكبار، مع الناشئين. علشان المفروض الجون اللي طالع الكبير خلاص هو خد كل البيزكس اللي موجوده. فالحمد لله. الحمد لله. كابتن محمود، في اكيد اوجه تعاون بين كابتن وليد عزت وبين مستر ديانا، بيتعاونوا ازاي في المنظومه؟ هو وليد عمل مجهود جامد قوي مع المراحل السنيه، يعني هو وزعوا الادوار. يعني هو ديان ادى الفكره العامه للشغل عامه جوه الملعب، وابتدى وليد يعمل سبورت عالي جدا مع المراحل السنيه لغايه ما يوصلوا للسينيور ان شاء الله. ومتفقين تماما، وهو بيحط خطه. طبعا كابتن وليد قيمه وقامه في الاداء في التدريب، اضاف كتير هو ديان لي للنادي كله بصراحه، للجهاز كله، السيستم الجديد اللي هو هنشغل عليه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مستر ديان، what do you think about الاهلي before and after? You mean before I came or? Yes. Look, Al-Ahli, I learned about when they called me that Al-Ahli is the biggest club in Africa and the biggest sports association in Africa and in Egypt. And I was happy to come to one club like this because I'm originally also from the biggest club from Serbia. Yes. Partizan. So, you know, you have these emotions and the feelings about this. Yes. So what is the difference maybe in these few months that we make the biggest difference is that I see that all the people in the club in water polo start to believe that we can make one system which will give not only, like I said, not only the result, which will give the players who will bring us results. And I see that all the coaches, all the management is now believing in this and following this. Yes, عمر عجبني قوي كلامه، ان هو بيقول لك احنا ده النادي الاهلي نادي كبير، وانا جاي برضو بنادي كبير. الحته لاختياركم لمدير فني كبير يخش على نادي كبير دي حاجه مؤثره جدا. هي طبعا حاجه مؤثره واضافت لنا، جاي فاهم المنظومه دي اضافت لنا جدا. هو قصده من نادي بارتيزان ان هو عنده كل الاساليب الاداريه اللي هم ان هي تخلي اللعبه تنجح. فنادي بارتيزان احنا سافرنا عملنا معسكر فيه من سنتين، لقينا يعني كل حاجه ماشيه بالتوقيتات. اذا كان التمرين كل واحد عارف امتى هينزل التمرين وامتى هيخرج من الميه، وكمان هم ما عندهمش الامكانيات اللي عند النادي الاهلي. من ناحيه حمامات سباحه، من ناحيه الافرع. نادي بارتيزان كله بنتكلم في حمام سباحه اندور وملعب باسكت وملعب هاندبول، ولكن كميه المنشات اللي موجوده هو ما لقاهاش عنده. ولكن الاداره المحترفه زي ما هي عند بارتيزان هو لقاها في النادي الاهلي هنا، ودي ساعدته كتير جدا ان هو يوصل لكل اللي هو عايز يعني يوصل له وبيفكر فيه. كابتن محمود، المنافسه صعبه في الدوري المصري، شايف المنافسه ازاي في الدوري المصري؟ هو المنافسه ما بين الثلاث انديه اللي هم الكبار اللي بيلعبوا يعني او مهتمين، اداره الانديه مهتمه باللعبه جوه الانديه. طبعا الزمالك برضك من الانديه اللي هي كانت الاهلي وليوبلس وجزيره. في تنافس بقى بين شويه من فريق سبورتنج مع فريق الزمالك، كان المعادي شويه ونزل شويه، يعني هي في الرابع، الفرقه الرابعه دي دايما طالعه نازله في جوه الدوري. تمام. ذا كومبيتيشن
جزيره هليوبلس بين ذا تيم نيجر يوروبيان يعني. For sure, this is not good for water polo in Egypt, and I will be really happy that in one or two years we have also Zamalek and Sporting from Alexandria and some other clubs from Port Said and other towns in Egypt that are on the level that they can compete with these three clubs and try to take the championship. This will increase the quality of water polo in Egypt for sure. كابتن عمرو هو بيتكلم ان هو المنافسه فعلا محصوره ما بين الثلاث انديه دول بس الاهلي والجزيره وهليوبلس وهو شايف ان ده يعني مش هيضيف كتير لمنظومه كره الميه في مصر عموما يعني فهو يعني الزمالك محتاج يشتغل على نفسه علشان يعني مستواه يرتقي هو ابتدى السنه دي اول سنه دي يبقى فيه درجه اولى من فتره بعيده سبورتنج محتاج يبقى فيه اكتر من نادي بحيث ان كره المياه ترتقي في مصر ونوعيه او الكواليتي هو بيسميها الكواليتي بتاعه كره المياه او اللعيب بتاع كره المياه ترتفع يعني. Do you think the Egyptian team will reach abroad or it's too difficult? To be honest, I'm very positively surprised when I first time get contact with the Egyptian water polo and water polo players that generally the base of the players that we have here in Egypt is very, very big. The clubs, they have a lot of kids, so the main thing to reach the high target like this, to be competitive abroad is here. The other thing is organization, and yes, Egyptian teams and the national team can reach this, but the people who are making strategies, first the federation, they five must years, know years, exactly what five, they want. 5 years, 10 years? The period is, if you start, yes, it is 5 years, 10 years, but the results can come even faster, but you must know what is the strategy. Finally, I am happy for joining us today. Thank you very much. Thank you, and thank you for your effort. Thank you. And good luck. Thank you. كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن خالد. تعبتك. ألف مليون مبروك. الحمد لله. كابتن محمود ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. يعني بطولة مشرفة. شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة دي. ده ربنا يخليكم لينا، أنتم منوريننا. ودايما قناة الأهلي فاتحة أبوابها لكل أولادنا. إن شاء الله شكرا. في الآخر بنشكر منظومة الووتر بولو في النادي الأهلي، وبنشكر جهاز ألعاب الماء برئاسة كابتن وائل عزة. هو رئيس الجهاز. بنشكره ونقول له للأمام، نتمنى دوري إن شاء الله في القادم، والبطولة العربية هي الأهم والأقوى بالنسبة لنا. في نهاية الحلقة شكرا وإلى اللقاء.